ونرجع لكم في الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الحلقة الثانية من الموسم الثاني من فاكتوريو المصنع الضخم. طبعا الحين خلاص أنت أحس زمانك خلص، ما نبغاهم في شيء صح؟ خلاص خلهم بعدين بشيلهم من هاي، بس عندهم كمية يعني خلنا نستفيد منها. والله بعد فيهم شدة إنتاج. شوفوا 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 الحين على طول بنسوي البحث العلمي الأحمر. طبعا هالموسم بيكون أسرع شوي في البداية على أساس نوصل لبعيد أكثر، وين وصلنا في الموسم الثاني ونحط الشغلات الزيادة. شوفوا هذا البلو برنت. وين أحطي وين أحطي وين أحطي وين أحطي وين أحطي أنا أحطي هنا، خلي المكان وسيع ما بضيق على عمري الصراحة. طبعا البلو برنت معتمد على شو؟ معتمد على شغلات غير شوي. انا ما عندي كل شيء هني، بس بقولكم شو بنسوي. بنسوي مركز البحث هناك ورا، معتمد على شو هذا. نزيل هذا اول شيء محتاج من تحت، من تحت محتاج، خلنا نوقف هذا انتاجهم وافضي هالمكان وبدل شو اسمه. شكرا جزاك الله خيرا، سوينا هذا استوى ريسيرش. طبعا نبغى 3 4 5 6 يمكن منه لين نوصل. انا سويت شغلات جهزتها يعني الصراحة، لكن صبر انا مو بهيل. ابغى اول شيء انتج كم واحد من هايل. زين ننتج ارمز لان احنا خلص بعدين ننتج هايل، بنمشي على البلو برنت وبننتج وراها هايل. كهرباء طبعا نبى كهرباء. لحظة انا عندي حق بحث علمي صح، ابا شو اول شيء ابا اللي يفتح لي سبلاي تشين. لحظة هذا بيفتح لي اختار ريلويز ويفتح لي السريع، يمكن نسوي السريع دايركت، شو رايكم؟ زين نبه الخط اول شيء نعبيه، مو مشكلة. طبعا كله قابل للتعديل هذا، عقب بنوسع المكان كله هذا بكبره، كله اندر جراوند وغيره يستوي، فاموره طيبة جدا. زين اخبركم هذا كيف يشتغل الحين. هذا بين الحديد هني من هذا المكان، هو طلع مش 100% سيده، ف طلع شبه سيده صح؟ مش سيده، مش قضية، أنا حسها عادي بالنسبة لي على الأقل. يعني هل تم تقوم من يمكن مكان؟ اوكي ونحط إلى فاست انسيرتر ونلف هذا على أساس بعدين نوقف الشغلة هاي خلاص، وبنحط أندر جراوند طبعا. أندر جراوند بيلت الأحمر يباله، لا خلاص نوفر هالسوالف. بيصير هناك صوب الثاني وصديقنا هذا وين بيجي؟ المفروض ما يبي من هني، أنا احترامي لنفسي لكني جبت العيد. هذا بيجي هني وهذا بيكون انتاجه لهذا الخط. خلنا نشوف يمسك الرسبي ولا ما يمسك. الحين هني تفرق اذا البلو برنت ياخذ الرسبي نفسه، شيء جميل الصراحة، بيكون وايد وايد حلو.
وين صرت انت؟ تعال تم ماسكين كليك. بيغطي والله كفو. ترتيب حير على البلو برنت. زين الحين ها ما بيسوي نفس اللي ما بيسوي نفس حرام. لازم احدد له واحد واحد. كنت اتمنى يسوي نفسه بس خلاص ما عليه، مش مشكلة تصير في افضل العائلات. بس خط واحد ما يكفيني انا الصراحة. انا بسوي خطين انتاج الاحمر، هو محسوب تقريبا اتصور كل واحد بثانية، يعني كل ثانية ينتج واحد. خلنا نشوف. شفت كليك، شفت رايت كليك. ما يصير، خلنا نسوي منوال. زين الحين المفروض ان كل ثانية ينتج حبة. المفروض شيء، والواقع شيء ثاني. لكن خلنا نمسح الخط هذا حاليا. لكن شو بسوي؟ في مكان حق اني امده بعدين. لحظة، هذا مضايقني. لا ليش ما تنتج؟ ليش تنتج تنتج تنتج؟ خلاص مرة بسوي هذا عيل ثاني. بس هذا حلو لو اعكسه صراحة، ها فنان لو اعكسه، او اني اطلع مهني لهني بيكون وايد اوكي. خلي حق بعدين، خلنا نسوي مركز ابحاث. شو رايكم مركز ابحاث الحين؟ وانا بيكون وايد سمبل، ما بيكون الضخامة اللي كانت اخر مرة، بيكون اقل. خلنا نسوي دايركت الاحرى واحد. نهد مسافة حبة، مسافة حبة، مسافة حبة، تحت حبة، تحت حبة، تحب أحد. وبني بمركز الأبحاث مالنا الموجود 9 ويستون. وهني يكون موضوع متكتك متكتك. هذا موقف كل انتاج عادي، انا موقف انتاجه كله على اساس انتاج لي شو ابحاثي بكل بساطة. كل شيء بسوي له تقريبا اوتوميشن على الترتيب الجديد. انا مش عايب اني هذا، مو مشكلة بنرتب اوضاع بعدين، بس مو مشكلة. الحين نحتاجه بس بالطريقة هاي مش اكثر، يعني شيء شو بسيط، بسيط جدا حاليا بسيط. بعدين اصلا هذا مؤقت بالنسبة لي، انا مؤقت خلاص بغير مكانه بعدين بصراحة، ما بخليه هنا دائما. بس شو لوجيستكس سريع ريسيرش. لحظة لا تقول لي ريسيرش، هذا يبغى الاخضر. تو الناس على الاخضر، تو الناس بدري يا حبيبي بدري. خلنا نسوي ليت، شوف الابحاث، شوف ما اسرعه. يا رباه يا رباه، لا شيء زين الصراحة، شيء ممتاز. هذا خط الانتاج الاول، ممكن نسوي هالحلقة بس بيطول اتصور اذا سويت انا هالحلقة بالسرعة هاي، ما بخلص بالسرعة اللي انا اتمنى فيها. فبوقف عند الليت الحين، الصبر، بنحط الليتات الكولة تدي خلاص. اقولت الانجليز هذا ما شاء الله مسرعة، شوفوا 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 محلى محلى سرعة البحث، غير من البحث قوي من البداية.
جامد ما شاء الله. ليت ما شاء الله. روح سير فيه. زين نحط ليتات على العواميد حق المستقبل، نحط ليتات عند ربعنا. فكرا كان البلو برنت الاولي ماني ما حطيت لهم ليتات. بشوف بعدين اذا بعد البلو برنت سوي فلتر انسرتر بعد على طول يعني حلو. بس فلتر انسرتر الحين ما بنستفيد منه وايد صراحة، يعني هو اصلا بدري كبحث يعني ما يستاهل الوقت اللي ممكن نضيع عليه كفلتر انسرتر. خلينا نسوي ننور البقعة هني، ننور البقعة هني. البقعة يبالها حماية على فكرة، ما اعرف ليش بس احساس، مع اني ما تشوف على الخريطة اي اعداء اقرب. بس انا هالليتات اللي سويتها اشوف اي بس هالليتات حق العلقة بس ما بدلعكم وايد، ما بدلعكم وايد. بس بسكر الحلقة هذه على هني. سوينا انجاز، اخترنا الوقت، نحاول نسرع ان شاء الله حلقاتكم سريعة وحلوة، يكون فيها وايد شغلات تسوونها وتتعلمونها باذن الله. ونشوفكم في حلقة جاية. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون شير لايك سبسكرايب للقناة هذه، وحياكم الله.